السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بذلك سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري العراقي ضياء فالح هو المساعد لجاسم سلطان في هذه المباراة. ركلة حرة مباشرة للزوراء على القائم الأيمن داخل منطقة الجزاء. لا تحكي رافع خشمك تغلط علي أنا دمك، لا تحط راسك براسي احفر بلقاع دمك. طبعي والله هي معروف جبل ما اعرف الخوف، مو مصدق تعال وشوف امسح بك الارض. ابن سوريا اني اقف حد اللي ينخاني، انسى كل شي انساني ما يهمني كلام الناس.